أن تعمل على تنمية واستغلال ما لديك من ثروات طبيعية، وأن تسعى للتحول من بلد يكافح لتدبير نفقات استيراد الغاز إلى بلد مصدر، بل وربما إلى لاعب أساسي مؤثر في سوق الغاز العالمية. فهذه إذن هي أطراف المعادلة التي وضعتها مصر حتى تصبح مركزا إقليميا للطاقة. فاكتشافات الغاز في البحر المتوسط وعلى رأسها حقل ظهر بإنتاجه الذي ناهز 3 مليارات قدم مكعبة، واتفاقيات ترسيم الحدود مع دول الجوار وسداد مستحقات الشركات الأجنبية، كلها أمور دفعت إنتاج مصر من الغاز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلا 7 مليارات و200 مليون قدم مكعبة يوميا اكتفت بها مصر ذاتيا، بل وتحولت مرة أخرى إلى بلد مصدر للغاز. استراتيجية تتضمن على تعديل التشريعات، تعيين وترسيم الحدود، سداد المتأخرات، الاستفادة من مواردنا الكثيرة الغنية اللي البكر التي لم تكتشف. يعني البحر الأحمر بالكامل ما كانش فيه حد دق فيه مسمار في مجال النفط إلا في حتة خليج السويس وهكذا. وفيما كانت الأنظار كلها تتجه صوب منطقة شرق البحر المتوسط وما تحمله من ثروات للغاز، جاءت مبادرة مصر بتأسيس منظمة غاز شرق المتوسط مع 6 دول أخرى لتكون بمثابة سوق إقليمية تعمل على استغلال ثروات الغاز وتأمين احتياجات الدول الأعضاء. وهي المنظمة التي اعتبرتها مصر نقطة فاصلة في جهودها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، بما لديها من بنية تحتية قادرة على استقبال الغاز المكتشف في البحر المتوسط وإسالته ثم إعادة تصديره. لدينا أكثر من 6000 كيلومتر طولي شبكة رئيسية، شبكة رئيسية بتنقل الغاز من أي مكان في مصر لأي مكان في مصر، وتقدر تحطه على محطات الإسالة. يعني لو أنت عندك غاز مكتشف في خليج السويس يخش على الشبكة، تقدر تصدره من إدكو أو من دمياط. نفس الكلام ينطبق على المواد البترولية، لديك شبكة كبيرة جدا لربط الخام على مستوى الجمهورية والمنتجات أيضا مع مستودعات التخزين ومعامل التكرير. زيادة وتيرة إنتاج الغاز في مصر وطرح مزايدات في مناطق جديدة كالبحر الأحمر وشرق وغرب البحر المتوسط شجع كبرى الشركات العالمية للمنافسة على اقتناص حصة من اكتشافات الغاز، حيث وقعت مصر مؤخرا 12 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف رغم تحديات أزمة كورونا. تراهن مصر إذن على موقعها الجغرافي بين منتجي الغاز ومستهلكيه، كما تراهن على اكتشافات الغاز الأخيرة في البحر المتوسط لتصبح مركزا إقليميا للطاقة ولاعبا أساسيا في سوق الغاز العالمي. ياسين الجوهري، سكاي نيوز عربية، القاهرة.